السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تتخيل أن ليلة لو دعوت الله أن تصبح ثريا، لو دعوت الله النجاح، لو دعوت الله الفردوس الأعلى، لاستجاب لك إن شاء الله؟ كل ذلك في ليلة، وقد حددها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك شاهد الفيديو للنهاية للتعرف كيف نزل القرآن الكريم في تلك الليلة المباركة، وهل نزل كاملا في تلك الليلة؟ والآن فلنتعرف عليها. معلومة من التاريخ الإسلامي. ليلة القدر ليلة خاصة بشهر رمضان المبارك، ومحصورة بالعشر الأواخر منه فقط. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وقد خصت الليالي الفردية من بين ليالي العشر الأواخر ليتحرى المسلم فيها ليلة القدر. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خير لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة، أي تحروها وترقبوها في ليلة التاسع والعشرين وليلة السابع والعشرين وليلة الخامس والعشرين من ليالي شهر رمضان المبارك. وقد جاء في الحديث الذي رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي في العشر الأواخر، هي في تسع يمضين، أو في سبع يبقين. حيث يشير الحديث أن ليلة القدر قد تكون في ليلة التاسع والعشرين أو السابع والعشرين من شهر رمضان. علامات ليلة القدر. لليلة القدر علامات تدل عليها وتشير وترشد إليها، حيث إن حقيقتها مجهولة للمسلمين. ومن بين تلك العلامات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه وفيه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة، كأن فيها قمرا ساطعا، ساكنة ساجية، لا برد فيها ولا حر، ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى يصبح، وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر، لا يحل لشيطان أن يخرج معها يومئذ. ومن هذه العلامات الواردة في الحديث: تكون الشمس صبيحة ليلة القدر لا شعاع فيها، تكون ليلة القدر ليلة لا باردة ولا حارة، تكون السماء صافية ويكون القمر ساطعا، تصفد فيها الشياطين وتنتشر فيها الملائكة. فضل ليلة القدر. لليلة القدر منزلة عظيمة ولها فضائل كثيرة. منها أنزل الله عز وجل في ليلة القدر القرآن الكريم الذي فيه هداية ورشاد للجن والإنس، وفيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. وصف الله عز وجل ليلة القدر بأنها ليلة مباركة، ومن ذلك قوله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وصف الله عز وجل ليلة القدر بأنها يقضى فيها ما يكون خلال السنة من حيث الأرزاق والآجال، ومن ذلك قوله عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم. ليلة القدر العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، فمن اغتنمها وعمل فيها من الصالحات فقد فاز، ومن ضيعها فقد حرم خيرا كثيرا.
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محرومة. والآن لنتعرف كيفية نزول القرآن الكريم وما هي مراحل نزول القرآن الكريم، حيث وردت في القرآن الكريم آيات تدل على أن القرآن قد نزل جملة واحدة، كقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وآيات أخرى يفهم منها أن القرآن نزل متفرقا على سنوات، ومن ذلك قوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقد فصل العلماء في هذه المسألة وقسموا نزول القرآن إلى ثلاث مراحل كما يأتي. المرحلة الأولى ذكرت هذه المرحلة في قوله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وفي هذه المرحلة نزل القرآن الكريم إلى اللوح المحفوظ، حيث يجمع هذا اللوح كل ما كان وكل ما هو كائن من أقدار المخلوقات. المرحلة الثانية ذكرت هذه المرحلة في قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فبعد أن نزل القرآن إلى اللوح المحفوظ أنزله الله إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وكان ذلك في ليلة القدر كما ذكرت الآية. ونزول القرآن جملة إلى السماء الدنيا فيه تعظيم لشأن القرآن وتفخيم لشأن من أنزل عليه، إذ كان في ذلك إيذان لأهل السماوات السبع أن القرآن هو خاتم الكتب السماوية المنزلة على خير الخلق وأشرفهم محمد صلى الله عليه وسلم. المرحلة الثالثة امتدت هذه المرحلة على طول سنوات دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقة، فأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور. قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ويتأكد في نزول القرآن على ثلاث مراحل نفي الشك عنه، فنزوله أولا إلى اللوح المحفوظ، ثم إلى بيت العزة، ثم مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم، أدعى للتوثق من أنه كلام الله وزيادة للإيمان به، وهذا التنزيل يزيل الريب والشك عنه ويدعو إلى التسليم به. وقد كان لهذه التنزلات الثلاثة حكم عديدة، منها ما يأتي. الأولى حكمة متعلقة بالرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كان نزول القرآن مفرقا عليه سببا في تثبيت قلبه وشرح صدره، وقد ذكر الله تعالى ذلك في قوله: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. الثانية حكمة متعلقة بالأمة الإسلامية وحاجتها، فكان نزول القرآن مفرقا يلبي حاجات الناس والمؤمنين في كل فترة من فترات الدعوة، بالإضافة إلى التدرج في بعض التشريعات والأحكام حتى يسهل على الناس الالتزام بها. الثالثة حكمة متعلقة بالناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، ولا يستوي الناس في الفهم كما تتباين حالاتهم وثقافاتهم، فكان من حكمة الله أن ينزل القرآن مفرقا حتى يستوعب الناس منهج القرآن في المسائل الجزئية التي يتعرضون لها، فيسهل عليهم قبوله وفهمه وحفظه وتبليغه. كيفية نزول الوحي بالقرآن. تتعدد كيفيات نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرت هذه الكيفيات في كتب الحديث، ومنها أن جبريل عليه السلام كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة بشر، وأكثر ما كان يتمثل بصورة الصحابي دحية الكلبي رضي الله عنه، وأحيانا أخرى كان لا يتمثل بصورة أحد، فيأتي إلى النبي عليه السلام ولا يراه أحد ممن هم حول النبي، وقد يسمعون صوتا يشبه دوي النحل أو صلصلة الجرس، وما كان يأتي النبي شيء من القرآن على شكل إلهام أو منام أو تكليم،
وإنما كان يأتيه وهو يقظ عن طريق جبريل عليه السلام فقط. ودليل ذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها إذ قالت: أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم البرد الشديد فيفصم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا. أحوال نزول القرآن الكريم. نزلت كثير من سور القرآن مفرقة، كما نزل عدد منها جملة واحدة. فمما نزل منهم مفرقة الآيات الأولى من سورة العلق، والآيات الأولى من سورة الضحى، ومن السور التي نزلت مرة واحدة كاملة سورة الإنعام وسورة المرسلات، وقد نزلت المعوذتان معا. إلا أن عموم ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان مفرقا طوال فترة دعوته. استمر نزول القرآن الكريم مدة 23 عاما، إذ أوحى الله تعالى به إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام بعد أن بلغ 40 من عمره. وأول نزول القرآن الكريم على محمد صلى الله عليه وسلم كان في ليلة القدر. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر من شهر رمضان، حيث قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وأول ما نزل من القرآن على الرسول عليه الصلاة والسلام هو صدر سورة العلق، وهي الآيات الكريمة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقد وردت عن العلماء عدة أقوال في آخر ما نزل من القرآن الكريم، وهذه الأقوال كما يأتي: القول الأول قوله تعالى في سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. القول الثاني قوله تعالى في سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. القول الثالث قوله تعالى في سورة الفتح: إذا جاء نصر الله والفتح. القول الرابع قوله تعالى في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله أعلى وأعلم. معلومة من التاريخ الإسلامي.